بعد أن كان يوثق الأحداث بكاميرته أصبح هو الأحدث. يوسف ستار شاب عراقي استشهد خلال تصويره للاحتجاجات الشعبية. طريق سريع محمد القاسم هو المحطة الأخيرة ليوسف، لكنها ليست كذلك بالنسبة لبقية المحتجين. يعني هو 100 يوم قضاها وياي بالمفرزة. يوسف يعني كان ما يروح لأهله، قلة يتوسل بي الله يروح لأهله، قلة الله يروح لأهله يعني يتوسل بي. أمه تيجي يشوفه للتحرير، كان آخر كلمة يقوله دائما يرددها: أنا آخر شخص أطلع من التحرير. بس هو راح. المتظاهرون يودعون بالدموع والحزن يوسف، ويحملون الحكومة العراقية مسؤولية قتل ابنهم، ويطالبون أيضا بكشف الجنات ومحاسبتهم. والله كلهم أبطال، والله كلهم أبطال. حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة، ولدنا راحة ويا الرحام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمرين إحنا، ومستمرين ومستمرين، ومنعوفة ومنعوفة وعبد وللموت ونطي شباب، وبعد نطي وطي أخوتي وطي ولد عمي، وبعد أنطي هذول أختي وشباب وكلهم دول أنطي بعد. من سريع محمد القاسم إلى ساحة التحرير، يحمل المتظاهرون نعش يوسف إلى مثواه الأخير. تحول تشييعه إلى احتجاج آخر يندد بالطبقة السياسية التي لا تكترث لكل الدماء المسفوكة. لقناة الفلوجة الفضائية من بغداد، علي عبد الكريم.